هل قراءة الكتاب المقدس بالنسبة للراهب تختلف بالنسبة للعلماني، وإزاي أمر التقدس بيقرأ الكتاب المقدس؟ أنا طبعاً بحب الكتاب المقدس لأنه أحد الثلاث وصايا اللي وصوا بها الآباء والراهب: إذا جلست في خزانتك رأيتك يعني تعمل هذه الثلاثة: قليل صلاة، قليل قراءة، قليل عمليات. الغالب عندي هي القراءة، أقرأ كثيرا في الكتاب المقدس والكتب الروحية، وده يمكن اللي خلاني أكتب بعض الكتب. وأغلبها حاجات رهبانية. قراءة الكتاب المقدس طبعا أنا بسمي الراهب إحصائي تنفيذ الوصية. الراجل في العالم ممكن يقرب بس ما يقدرش ينفذ الوصايا للضغوط، لكن الراهب ليس له ضغوط تمنعه من تنفيذ الوصية في قوتها. الوصية ممكن في قوتها تبقى قوية وعظيمة، لكن في ناس في العالم يقعد يلف حواليها لغاية ما تتسهل أو تبقى يعني يعمل نصها ربعها وضميره مستريح لأنه مش قادر يعمل أكثر من كده. الكتاب المقدس هو نور السماء، هو بذلك لكلامك ونور لسبيلي، هو المرشد والمعلم الأول في حياتي. عن بنطونيوس قال: إذا أردت القراءة في كتاب الله أقرأ. ما كانش عنده غيره وهو اللي وصل له، وكان يسموه ناسك إنجيلي، والرهبانة حياة إنجيلية، فالإنجيل هو مرشدنا إلى المسيح، معتبرنا وصلنا للمسيح. فأنصح بقراءة الكتاب المقدس كثيرا، وفي ناس الحقيقة أشكرهم إنه بيعملوا بطولات الكتاب المقدس حاليا، يعني بسمع عنه كثير. اللي بيقراه في الشهر اللي بيقراه في 40 يوم طبعا فخورة جدا. انا ما اقدرش اقراه كده لحتى عشان الوقت والصحة، لكن في ناس بقوا مهتمين جدا كتاب المقدس. لكن اضيف انه ليس المهم قراءة الكتاب المقدس، لكن المهم تنفيذ ما فيه. المسيح سأل تلاميذه مرة: هل علمتم ما أقول؟ قالوا له: نعم. قال لهم: تراكم إن عملتم. يعني العلم الواحد ما ينفعش، لكن العمل والوصية هو الشيء المهم. Thank you.